طيب خلينا نروح نشوف مشاركات حضراتكم على صفحات السوشيال ميديا المختلفة وصفحات قناة الأهلي تحديدا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. وعايز ابتدي بفيسبوك ونبتدي بعبد العزيز عبد الخالق. وكان سؤال حلقتنا هو عبارة عن رسالة ممكن توجهها للاعيبة النادي الأهلي قبل 24 ساعة من انطلاق مباراته أمام إنبي. وعبد العزيز قال: كلنا وراكم بندعمكم وبنساندكم، بإذن الله هتفرحونا زي ما تعودنا بالدوري، وإن شاء الله الأبطال من نصيبنا السنة دي، لأننا الأبطال ومحدش فيه قوة المارد الأحمر في وقتنا هذا وأنتم قدها. نورة أشرف قالت: اللعب بالرجولة موت على الكرة، كونوا على العهد بالتوفيق يا رجالة، بإذن الله يكونوا موفقين. حسام حسن نور الدين: إن شاء الله الدوري قريب جدا، يا ريت نجهز نفسنا بمباريات الدوري لأبطال أفريقيا. أيمن عاطف البناوي قال: بالتوفيق إن شاء الله والفوز بإذن الله، ويا رب تفضلوا في العالي دايما. محمد عبد الوهاب قال: الدوري وأفريقيا إن شاء الله يا أبطال القرن. أحمد حسن قال: بالتوفيق إن شاء الله يا نسور. ده كان من خلال فيسبوك. ولسه كمان عندنا بعض التعليقات على فيسبوك خلينا نقراها. مصطفى سعد قال إيه؟ قال: ربنا معاكم يا أبطال، الأهم ربنا يبعد عنكم الإصابات، ربنا يوفقكم إن شاء الله. عبده محمود قال: الأميرة السمراء، الأميرة السمراء، بالتوفيق في ماتش إنبي. في تركيز في الحقيقة كبير جدا من جمهور النادي الأهلي على طول الدوري أبطال أفريقيا، لأن هي الحلم بالنسبة للجماهير، إن شاء الله حلم يتحقق السنة دي. أسامة محمد قال: الأهلي فوق الجميع، دوري بدون هزيمة بإذن الله. فكري صبري قال: عايزين وحوش في الملعب. ويوسف الشهاوي قال: الأهلي لا يعرف إلا المكسب، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. نروح لتويتر. ورؤى قال: إن شاء الله الدوري أهلاوي علشان لعبتنا رجالة. ميدو قال: بالتوفيق لنادينا العظيم، وأهم حاجة ربنا يبعد عن كل اللعيبة الإصابات، مركزين في أفريقيا جدا كجمهور، وإن شاء الله الدوري عارف مكانه. أحمد عبد المحسن قال: بإذن الله ستكون مباراة قوية وتشكيل قوي، لكن عليهم الالتزام بالخطط الهجومية وتنفيذ التعليمات الخاصة بفايلر. بالتوفيق 4-1 للأهلي إن شاء الله. رشا علي قالت: العبوا بقوة وتركيز، وربنا معاكم ويوفقكم. بخلاف تعليقات الناس الكتابية، في فيديوهات أخرى أيضا لجمهور النادي الأهلي بيوجه فيها رسالة للاعبته قبل مباراة بكرة، نروح نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أنا أهني النادي الأهلي وجمهور العظيم ومجلس إدارته على تطوير قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله من تقدم من تقدم. وأحب أن أنا أبلغ اللاعب أن جمهور الأهلي في ظهره على طول وعلى الحلوة والمرة معاه، وإن شاء الله أفريقيا أهلي، وطبعا برنامج الترند يفضل رقم واحد على طول. رجالة النادي الأهلي، ربنا يوفقكم وإن شاء الله بطولة الدوري في الجزيرة كالعادة، مفيش جديد يعني. والأميرة السمراء إن شاء الله في بيتها بإذن الله في الجزيرة، وربنا يوفقكم. بركاته، معاكم مصطفى فودة من الجيزة. ألف تريليون مبروك افتتاح قناة الأهلي بشكلها الجديد، وألف مليون مبروك عودة الدوري. إن شاء الله رسالتي لعبت الأهلي في ماتش إنبي الجاي، إن شاء الله هنكسب بإذن الله، ونتمنى الاستمرار على نفس الاداء اللي هو كان قبل التوقف باذن الله، وتبقى يعني ماتش ام بي بروفا قويه للماتشات الجايه، ونستعد بقى للبطوله الاقوى والاغلى واللي هي حلم بالنسبه لنا كلنا باذن الله، هي دوري ابطال افريقيا، ونصعد الى النهائي ونحرز اللقب في النهايه باذن الله، وتبقى الدوري وافريقيا باذن الله خلال 2020 يبقى موجوده في الجزيره باذن الله. ومعاك يا اهلي دايما. كلنا ثقة إن شاء الله في نادينا العظيم النادي الأهلي، إنه يقدر يكمل المسيرة الرائعة اللي نهى بيها الدور الأول في الدوري السنة دي، ونكون إن شاء الله مباراة إنبي وجميع مباريات الدوري تقربنا أكتر من حسم البطولة مبكرا، وكمان تكون استعداد قوي لمباراة الوداد بطولة دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي، وإن شاء الله نصعد للنهائي وتكون بطولة إفريقيا وبطولة الدوري في الجزيرة السنة دي إن شاء الله، زي ما إحنا كلنا بنتمنى وندعي ربنا يا رب. محمود جمال شحاتة. طيب دي كانت رسائل الجماهير للاعيبه النادي الاهلي قبل 24 ساعه من مباراه الغد. كل التوفيق للفريق ان شاء الله في مباراه بكره.